وين الكنز؟ بدنا الكنز، بدنا حصتنا من الكنز. وين الكنز؟ هون الكنز، بدنا حصتنا من الكنز. شو قصة هالكنز حكولي؟ راح نحكيها، مين اللي بده يحكيها؟ من مكتبة الإذاعة السورية. خلا زمان بس يا كنز كتير استنينا، رايح يطلع روقو روقو، رح يطلع امتى؟ رح يطلع وقت اللي بدي بيطلع زوقو، لازم يطلع بدنا نعيش يا غوار، تعيش تعيش، لازم يطلع بدنا نعيش يا غوار، تعيش تعيش، تعيش 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 تعيش. كفو كفو، عصي الله يرضى عليك رجعهم، انت بتعسر عليهم وهي بوسه من دقنك. كرمالك بحاول بس ما بظن يقبلوا، المعلم غوار عنيد، اقنعوا باي طريقه لا تخليهم يروحوا. ينخرب بيتي. بدو يانا أكيد طار قلبه وراكم وقت نطلعتوا، بحبنا أخي مو بإيده، فراقنا صعب عليه. من إمتى؟ إيه طول عمره عدو لدود. جيت أخونا عاصي خلته يصير صديق صحيح. لو تشوف وشه شايف قلب أصفر مثل هالحيط، رح نخيل أبو الغور. فهمول أخوكم أبو عنتر شو عم بيصير؟ ما بيصير إلا الخير، طول ما المعلم غوار حي الكنز بالجيبه. بعرف بعرف بس ماني عرفان شي. هذا المطلوب، روح اخي ابو العاص فهمه لنظوم، الا الجماعه رح يبقوا كرمال الاجاويد مو كرماله. حاضر، بتنتظروني هون؟ بجوز يكلب فيك وتاخرنا، نحن سابقينك على التل. من مكتبة الإذاعة السورية. الساعة يا مولانا 4:15. يا جماعة تأخر المعلم غوار وأبو عنتر. الغايب عذره معه، ما تعرف إيش صار بيناتهم وبين رئيس المخفر. النهار خلص وانت قلت ننتظر لبعد الظهر، إذا ما رجع منشوف شغلنا. أتصير أهود يا مطر، كل شي بطولة البال. يمكن وداهم مرة ثانية للشام. قولك يسويها وبيسوي اللي اكبر منها. لا وحياة راسي ما يقدر يسويها. وش عرفك؟ هذا هو المعلم غوار وبو عنتر راجعين. ها وينهم؟ قدام عينك، ها صاروا على يمين حفرة بوشها. خلونا نشتغل احسن ما يقول التهينا بغيابه. دير بالك يا ابو سعيد، دليت لك السطل الفاضي. يعطيشهم العافية شباب. يا هلا معلم غوار، شغلت بالنا بغيابك يا شيخ. اتأخرنا عند المأزي، كيف الشغل؟ والله يا معلم غوار صارت لبكة الشغل لبكة. ليش شفى الله الشر؟ تعرف سرداب وحاله والمي عمة قلوب الشغيل عمل. إذا من المي بسيطة. لا والله ما هي بسيطة، كنا ننشر السطل مي وخمس زنابيل حجار، هسا 10 سطول مي وزنبيل حجار. ما لها حل هي قصة المي أبو الغور، دبرها. إيه انا الي قدرة المي لك ابو عنتر، هيا ما سقت ناس وغرقت ناس، شو بدنا فيها؟ كل ما فتحنا سرداب بين جب وجب بتزيد المي وبيزيد تعبنا. ودخلك هالشنز ما طلع؟ يعني ما بين له اشارة، علامة، ريحة، خوابي ذهب؟ لهسع ما شفنا شيء. تأخر الكنز، بس بيطلع بيطلع، ما في كنز الا بيطلع. يا اخوان انصراف، بتكونوا تعبتوا. بنشتغلنا ساعة زمان زيادة بتروح من طريقنا. اسيدي العمر بيخلص والشغل لا، روحوا ارتاحوا تتجوا بكير، صح؟ معلوم. يلا يا جماعة ضبوا العدة تنمشي، اللي بقاع البيارة خلوهم يطلعوا. شو صار بالفيلا عمي اسطيف؟ قصدك العرزان؟ صار الشهي النوم، بس ديروا بالكم من الوحوش، اسبوعنا تشاسنا وجوعنا. مو مثل جوعنا، على كل وصوهن لا يعلقوا معنا اشرف لهم. ابو الغور ايه قول. ما
وصيهم يجيبوا لنا فطور، شنو الليلة ما عنا عشاء. ولا يهمك أبو العناتر، الليلة عشاء للضوع. من مكتبة الإذاعة السورية. تاري هذا غوار مش قليل. عجيب كيف قدر ينفذ بريشه وفوق كل هذا يجيب لك أمر تتعاونه. ما بعرف، المهم بقى فيه يقله ما أحلى الكحل بعينك. يعني فكرك نتركه يشتغل على كيفه ويأخذ الكنز وعيوننا تتفرج؟ مو طلب إيدي شي، إجباري غصب عني بدي ساعده، وشو ما طلب بدي لبيه. خلي عقلك واسع يا نظمي أفندي، لسه بيدنا سلاح يخوف. مين بتقصد؟ مشهور يشتري النقطة من دم غوار وزلمته بكمشة ذهب، بس يخاف. من مين؟ منكم، من مخفركم. أنا من جهتي لا عين شافت ولا قلب ندري. وأنا من يمي تأخلي مشهور يهججوا من كل هالديرة وأنا قاعد بمطرحك. وشو منتظر؟ كلمتك. قلتلك أنا مالي خبر، لا شفت لا سمعت مشهور. يا أخي يمكن غلطنا، أكيد غلطنا بيسكني هون. لك شبك ما تحاكيني، أنا خايف لك أبو عنتر. شو نمت لك جبان؟ عم قل لك جبان مو سامعني؟ هذا صوت ديب ولا ضبع؟ هذا يا ضبع يا ديب، لا يمكن ديب والله أعلم ضبع. العنين العنين، الديب أقوى ولا الضبع بالغور؟ اثنينات هون أقوى من بعض يا أخي. إذا طلع ديب أنا بقضي عليه. شنو أنا للضبوعة ما بفهم فيه هون؟ وإذا ضبع أنت بتدبره. لا أنا عندي رأي. من مكتبة الإذاعة السورية. قولوا حالا وسريعا. إذا كان ديب منتركه ياكلك، وإذا ضبع منخليه ياكلك. ما في مانع، ما في. شلون أبو الغور؟ بدك تضحي، بدك تضحي أخي أبو عنتر. قولك تطلع براسي على الطرفين. إذا ما عملت هيك بيطير الكنز. إن شاء الله 60 عمره ما يطلع الكنز ولا ينخمش ضفري. لا يا أبو عنتر خليك منطقي، كدر الموقف. أنو موقف وأنو عفريت؟ بدي أرجع لأهلي صاغ سليم. لا معقول الضبع يحط عقله بعقلي ويتركك إلك صاغ سليم؟ ليش بقى؟ شنو أنا إذا بيجرمني ما راح يلاقي فيي غير كيلو شخط. أنت سمين بتستاهل الدحكة. لا تقرأني يا بالغور، قلبي واقف على دقرها. شفت إنك جبان؟ لك وين صفية المراجل وتفتيل الشوارب يا حيف على الرجال؟ لا تحكي هيك معلم غوار، ها شنو عيني حمرت عليك؟ عال بدك تتمرجال شحون الضبوع قدامك. وين هون؟ دقيقتين زمان بيكونوا مشرفين. قلت لك 100 مرة بلا سكني بالبراري ما سمعت الكلام. لك مو انت اللي ورطتنا هالورطة نسيت؟ عقلي مو معي يا اخي، انا خايف يا ابو الغور. حلقي نشف. ابلع لك دمعة. لك حاج ترجف رح يدب الزعر بقلبي. ها نادي على جماعتك، نادي برقدني يخلصونا من الوقعة الملعونة. قالوا جماعة منهم؟ اللي تحت الأرض. وطي صوتك يخرب بيتك. ليش أبو غور ليش؟ لك هاي الضبوع مرصودة ما بياخدوا منها جماعتي لا حق ولا باطل. يعني رحنا ما صفي كلام؟ ما صفي. يا منجي وصلوا الشباب. أبو الغور
قطيت رقبتك ذات اللي طبع. مع السلامة يا أبو العناتر. قرب أعطيني بوسة الوداع. لوين رايح وتعركني؟ مو أنا اللي رايح، أنت اللي رايح يا ولدا. رح تموت أشنع الموتات. شو الليلة يا ربي؟ سامحني يا صديقي، أنا اللي جبتك بإيدي هاي للموت. الله يرحمك يا أبو عنتر، ميت حي. من مكتبة الإذاعة صاروا قدام الباب. حضر حالك. خبيني يا بلغور، خبيني يا بلغور، حميني استر على حريماتك. ليش وقفتم؟ هيك وقفنا. شو وقفكم؟ سر الكنز. مين بيعرف سر الكنز؟ لك أنا غوار ابن الطوشي. تريد لحام. مين اللي دلك على الكنز؟ والله إني والله إني محمد جومر وسهيل كنعان. امتى رح يطلع هالكنز؟ يمكن بكرة. استنوا بكرة. وأنا اللي عم بتعب معك بالكنز، شو نسيتني؟ أهلين أهلين أبو عنتر، مين معك كمان؟ الموسيقى التصويرية والألحان عبد الفتاح سكر وشاكر بريخان. ايوه هلأ تمام. شو تمام؟ بدنا نعرف هالتركيبة، مين جمعها وخلاها تتعب تا يطلع هالكنز. بدنا نعرف المخرج سهيل كنعان.